بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في محاضرة علم النفس الاجتماعي، وهي المحاضرة الأولى. وهذه المحاضرة طبعا مهمة، ودائما بعد المحاضرات حيكون أسئلة، والأسئلة هذه حتيجي فيها الامتحان، والامتحان حيكون من هذه المحاضرات. اليوم بدنا نتكلم عن علم النفس الاجتماعي من حيث النشأة والتطور. دائما نقول إنه الإنسان تحرك الدوافع، والدوافع هي بتكون موجودة في داخل الإنسان، مثلا كدافع الجوع، كدافع العطش. لذلك الإنسان يعتبر كائن اجتماعي، وبناء عليه سمينا علم النفس الاجتماعي، لأنه يدرس الإنسان داخل المجتمع. لذلك يقال إن فهم الإنسان للعوامل المؤثرة على سلوكه الداخلية والخارجية كوظيفة أساسية للعمليات الحسية والإدراكية وعلاقتها في البيئة والمجتمع يعزز الفهم الصحيح للذات والقدرات والمهارات وصولا لحياة أفضل. الآن بنيجي نتكلم عن تعريف النفس وتعريف علم النفس. علم النفس له أكثر من تعريف، والنفس لها أيضا تعريفات كثيرة، ولكن احنا حنلتزم بالكتاب ونقول أن النفس هي الجوهر الناتج عن اتصال الروح بالبدن المتأثر بهما والمختلف عنهما. يعني لا يوجد نفس بدون بدن، أو لا يوجد روح بدون بدن. طيب ما هو علم النفس؟ علم النفس هو الذي يدرس سلوك الكائن الحي ردا على سائر المنبهات. لاحظ، يدرس الكائن الحي مش الكائن الميت. علم النفس كذلك هو العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن حي له نشاطاته الداخلية والخارجية، يعني له الدوافع الداخلية وخارجية المتفاعلة مع مختلف ظواهر حياته الإنسانية، بهدف فهم السلوك. يعني علم النفس يدرس السلوك حتى نفهمه ونفسره والتنبؤ به، وصولا إلى ضبط هذا السلوك وتعديله والتحكم به. أنا بعتبر هذا التعريف هو يعني تعريف مهم، وهو تعريف جامع مانع. بنيجي الآن إلى ما يعرف بشرح مفهوم العلم. العلم، علم النفس مبني على أسس علمية تقوم على الملاحظة والتجربة وقواعد وحقائق، وليس مجرد آراء وتمنيات وأمور نظرية. بالنسبة للسلوك، والسلوك هو كل نشاط يقوم به الكائن الحي ويمكن ملاحظته. يعني مثلا لعب الكرة سلوك، الأكل سلوك، الشرب سلوك، الهروب سلوك، يعني ممكن نلاحظه ويقوم به الكائن الحي. بنيجي الآن إلى تعريف الكائن الحي. لاحظ أنه قلنا الكائن الحي ولم نقل الإنسان، لأن علم النفس يهتم أيضا بسلوك الحيوانات ويستفيد من ذلك في فهم سلوك الإنسان. عاملان، واحد إيجابي والثاني سلبي. الأول أن الإنسان أكرم من أن نجري عليه التجارب، لذا نستعيض عن ذلك بالحيوان ثم نعمم النتائج على الإنسان. والسبب الثاني أنه في نظر الغرب أن الإنسان متطور عن الحيوانات. وهذا يعني مهم. ليش بقول لك ممكن يجينا في الامتحان ويقول لك علل ليش بنجري على الحيوان ولا نجري التجارب على الإنسان. كذلك ردا على سائر المنبهات، لاحظ أن السلوك هو السلوك يقوم به عبارة عن منبهات واستجابات. يعني عندما أشعر بالجوع أستجب لذلك وبأذهب لكي آكل، عندما أشعر بالعطش أيضا أستجب لذلك وأحاول أيضا الشرب أو الأكل. طيب بناء على ما سبق، فإن علم النفس لا يدرس النفس، إنما يدرس مظاهرها، فهي تشكل مادة دراسية. بنأتي الآن
إلى ما هي أهداف علم النفس، أو ماذا يهدف علم النفس. علم النفس يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: أول حاجة فهم السلوك، وهذا الكلام موجود في التعريف اللي احنا تعرفنا فيه أو عرفنا فيه علم النفس. فهم السلوك يعني بنحاول نفهم سلوك البشر، تفسير السلوك نفسر الدوافع وراء هذا السلوك، التنبؤ العلمي وهو التوقع المسبق لما سيقوم به الإنسان في ظل ظروف معينة، بعدين ضبط السلوك والتحكم فيه أي ضبط الظروف التي تؤدي إلى حدوث الظاهرة، والتحكم عند تطبيق القوانين والأسس في سلوك الآخرين. يعني لاحظوا أن التجارب عندما تدرس على الإنسان بنحاول نفهم فيها ليش هذا السلوك حدث، ونتنبأ بهذا السلوك ونفسر هذا السلوك، وفي هذه الحالة نستطيع أن نتعرف على ما هي الدوافع وراء سلوك البشر. ليش بقولوا إنه الدارس لعلم النفس يستطيع أن يفهم سلوك الناس؟ لأنه فعلا بيطبق النظريات التي تعلمها على هؤلاء البشر. بنيجي الآن إلى ما هي أهمية علم النفس، لماذا يعتبر علم النفس مهم؟ في يعني عنا أشياء كثيرة، يعني أهميات كثيرة لهذا أو هذا العلم، ولكن إحنا بنحاول نختار بعض الأشياء المهمة. يعزز الاتجاه الصحيح والإيجابي والسلوك نحو الله، يساعد على التخلص من العيوب النفسية والشخصية كضعف الشخصية، يزود ويعد الإنسان بالمعلومات أو يمد الإنسان بالمعلومات والمعارف الكفيلة بتيسير النجاح في الحياة، يساعد الفرد والمجتمع على التعامل بحكمة مع ظروف الحياة ومصاعبها، يساعد الفرد على التعامل السليم مع الآخرين، يعني اللي دارس علم النفس يستطيع أن يفهم نفسيات الآخرين، يشبع حب الاستطلاع والاستكشاف عند الفرد، يساعد المتخصص في تقديم المساعدة للآخرين، يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي. يعني إحنا لما نعرف أو نفهم تصرفات الأفراد والأسر، نفهم نفسيات الفرد، وبعدين نفهم نفسيات اللي هي المجتمع أو الأفراد الذين يعيشون في هذا المجتمع. المبادئ الأساسية لفهم طبيعة الإنسان وسلوكه، يعني بنقول أول شيء أن الإنسان كائن ينمو، يعني الإنسان كائن يتغير من يوم أو من فترة إلى فترة أخرى، وأن الإنسان يتغير وتجدد، تغير اهتماماته واتجاهاته واحتياجاته ومطالب وصفات وضعف وقوته. يعني هذا احنا بنسميها في عملية النمو والنضج، او عملية النمو والتعلم كمان، لان الانسان ينضج ويتعلم، ينمو وينضج ويتعلم. الانسان وحدة متكاملة، يعني احنا ما بندرس الانسان ايده فقط او رجله فقط او عينه، لا، ندرسه كله، نفس وروح وجسد وجوانب اجتماعية وعاطفية. الانسان كائن متسامي، بمعنى ان الانسان يتميز عن غيره بقمة الكمال وخلق الله له، ووظيفة سامية، فيجب دراسة نفسيته في هذا الإطار. يعني لا يصح أن نقتصر دراستنا على الإنسان أو تقتصر دراستنا على الإنسان بس على إنه الطعام والشراب واللبس، لا، بل أسمى وأرقى من ذلك. كرامة النفس الإنسانية، أن الله عز وجل كرم النفس البشرية كما قال: وقد كرمنا بني آدم. ما هي مواضيع واهتمامات علم النفس؟ اهتمامات ومواضيع علم النفس كثيرة، يعني بدرس سلوك الإنسان بكل أنواعه وأشكاله، سلوكه يعني سلوكه في الضعف، في الكآبة، في الصحة، في المرض، وكل أشكال السلوك. بدرس الدوافع، دافع الأكل، دافع العطش، دافع الشرب، الانفعالات والاضطرابات والعواطف والمشاعر والوجدان. بدرس القدرات والعمليات العقلية، العمليات العقلية بتتم داخل العقل من ذكاء وإدراك، تفكير، تذكر. بدرس الشخصية، البيرسوناليتي، وعوامل قوتها وضعفها وكيفية بنائها. يدرس الصحة النفسية وكيفية اكتسابها وأسباب فقدانها. كذلك بدرس الأمراض النفسية وأنواعها وأسبابها وطرق الاكتئاب مثلا، الخجل، التردد، وما يعني أمراض نفسية كثيرة. يدرس الإنسان وعلاقته بالمجتمع وسلوكه تأثيرا وتأثرا، وهذا هو علم النفس الاجتماعي، يدرس الإنسان وعلاقته بالمجتمع.
هذا هو علم النفس الاجتماعي، يدرس أطوار حياة الإنسان من الإخصاب حتى الشيوخ، يعني يدرس الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة، مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب، مرحلة الشيخوخة حتى الكولة. التطبيقات العملية في جميع الميادين، كذلك بدرسها علم النفس. الآن بنتكلم عن ميادين علم النفس. في عنا ميادين علم النفس، في عنا يعني ميادين ومجالات علم النفس، في عنا ميادين نظرية. يعني إيش نظرية؟ يعني تدرس دراسة فقط، دراسة زي مثلا علم النفس النمو، علم النفس الاجتماعي اللي احنا بندرسه حاليا، نفس الشواذ، علم النفس اللغوي، علم نفس الحيوان، علم النفس الفارق، علم النفس المقارن. في عنا الميادين التطبيقية، التطبيقية يعني العملية، نقصد بها التطبيقية يعني التي نطبقها على الناس، زي مثلا علم النفس التربوي، يعني هذا بيهتم بدراسة مجالات التربية والتعليم في المدارس. علم النفس الفسيولوجي يدرس وظائف الأعضاء. علم النفس الصناعي بدرس الصناعة وتأثير الصناعة والمصانع ونفسيات العمال. علم النفس التجاري بدرس التجارة. علم النفس الإداري يدرس الإدارة وكيف نتفوق في الإدارة، كيف نتعامل مع المدراء ومع الموظفين. علم النفس الإرشادي، الإرشاد في المدارس، إرشاد في المستشفيات. علم النفس العلاجي الكلينيكي بيسموه، هذا بدرس اللي هو الناس المرضى. علم النفس الجنائي بيهتم بدراسة اللي هي الجرائم، الدوافع وراء الجرائم، أسباب الجرائم، شخصيات المجرمين وهكذا. علم النفس الحربي بيهتم بدراسة كل ما له علاقة بالحرب، من الإشاعة، من الحرب النفسية، من كيف يعني التعبئة، كيف رفع الروح المعنوية، تعزيز الجبهة الداخلية، كل هذه بدرسها علم النفس الحربي. بهذا الموضوع احنا بنكون يعني خلصنا المحاضرة الأولى، وإلى اللقاء في محاضرة ثانية.